وللمزيد ينضم إلينا من الجزائر مراسل التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، بعد التحية، ضعنا في آخر تفاصيل الاستعدادات للقمة العربية وما تم تناوله من ملفات لعرضها على القادة. نعم، منذ قليل كما أشار الخبر اختتم الوزراء وزراء الخارجية العرب اجتماعهم التشاوري الذي يأتي في أعقاب اجتماعات استمرت ليومين، اجتماعات تحضيرية لوزراء الخارجية العرب. في الاجتماع الذي انتهى منذ قليل وضع وزراء الخارجية العرب اللمسات النهائية على إعلان الجزائر وحل كل المشكلات الخلافية التي كانت تتعلق بصياغة بعض بنود هذا الإعلان ليصبح هناك توافقا تاما وبالإجماع حول بنود إعلان الجزائر الذي من المقرر أن يرفع غدا إلى القادة والزعماء العرب المشاركين في الدورة العادية 31 لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة والرؤساء. بالمناسبة هي رابع قمة عربية تستضيفها الجزائر، أول هذه القمم كان في أعقاب حرب 73، والثانية كانت في 88، والثالثة كانت في 2005 عقب اغتيال رئيس وزراء لبنان، وهذه هي الرابعة التي تأتي في وقت دقيق يتعرض أو يمر خلاله العالم العربي بالكثير من التحديات والأزمات. نتحدث عن أزمات تتعلق بإمدادات الغذاء والطاقة، الأزمة الاقتصادية العالمية، تداعيات حرب أوكرانيا وروسيا، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية في الشؤون العربية، القضية الفلسطينية، الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن. كل هذه القضايا والتحديات كانت مطروحة على مدار الخمسة أيام الماضية، بداية باجتماعات المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، مرورا باجتماعات كبار مسؤولين من المسؤولين العرب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابعين لجامعة الدول العربية، ومرورا أيضا باجتماعات وزراء الخارجية العرب على مدار يومين واليوم، انتهاءا باجتماعات القادة والرؤساء والزعماء العرب على مدار غد وبعد الغد للتوقيع على إعلان الجزائر في صورته النهائية للخروج بقمة كما وصفها الأمين العام للدول جامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط بأنها قمة لم الشمل العربي. الأمين العام المساعد حسام زكي كان قد أكد خلال تصريحات مقتضبة أنه تم الاتفاق وبالإجماع على كل البنود التي وردت خلال الخمسة أيام الماضية والتي نظرها وبحث خلالها المسؤولين العرب على كافة المستويات كل التحديات والأزمات والقضايا الملحة التي تواجه الشعوب العربية. رياض المالكي وزير خارجية فلسطين أكد أيضا أن هذه القمة تهتم كثيرا بالقضية الفلسطينية لتعود القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية الأولى. في الاجتماعات التي انتهت أيضا اليوم تناقش وزراء الخارجية العرب على آليات إصلاح جامعة الدول العربية وبحث هذه الآليات في الفترة المقبلة تحديدا لمواجهة الأزمات فيما يتعلق بالأزمات على المستوى السياسي أو الأمني أو الاقتصادي أو الاجتماعي والثقافي، بالإضافة إلى أيضا سبل تطوير وتعزيز الشراكة العربية الأورو متوسطية خلال المرحلة المقبلة ودفع هذه الشراكة لأفاق أرحب بالنظر إلى التحديات التي تتعلق بالجانب الاقتصادي فيما يتعلق تحديدا بأمن الطاقة وأمن الغذاء على خلفية تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. في الواقع إعلان الجزائر أصبح جاهزا باختتام فعاليات اجتماعات وزراء الخارجية العرب. نعم، على سوف نتابع معك ما يستجد مع انطلاق القمة غدا. أشكرك على رشوان من الجزائر.